لما تحبي تضحكي على عيالك وتاخدي منهم العيدية. بس يا أختي مش مع الجيل ده. ولا يا يوسف، خد تعالى. نعم يا ماما. هو عمك يا ولا اداك عيدية كام؟ اداني يا ماما 200 جنيه. يا ابن المحظوظة، طب هاتهم يا حبيبي اشيلهم لك. لا يا ماما، انا بعرف اشيلهم لوحدي. طب خلاص، هات الورقة الوحشة اللي معاك دي واديك 500، ايه رأيك؟ لا يا ماما، الميتين جنيه دي فيها 500 كتير قوي. انت بتضحكي عليا ولا ايه؟ يعني ايه يعني؟ مفيش فايدة. طب ايه رأيك اديهم لك 4؟ لا سوري. باي يا ماما. باي يا اخويا. ماما كارما حبيبتي، قولي لي يا حبيبتي، هو عمك ادالك كام عيدية؟ اداني 100 جنيه يا ماما. حلو حلو، مش وحش. هاتي بقى اشيلهم لك. لا نو يا ماما، انا حطهم في الحصالة بتاعتي. طب ايه رأيك اديهم لك 2 حديد بدل الورق اللي معاكي دي اللي ممكن تتقطع وحشة، والحديد ممكن تلعبي بيه ملك وكتابة، ايه رأيك؟ لا يا ماما، انا عايزاها ورق. ماشي. العيال دي يا ربي، احنا كان بيضحك علينا بسهولة، العيال دي ما بيضحكش عليها خالص، ليه كده؟ فيها تنكهان، انت مالك قاعدة حزينة ليه كده؟ يا اخويا الدنيا تقل خيرها، ما بقاش فيها خير زي زمان، حتى العيال مش عارفين ناخدوا ولا جنيه من العيدية بتاعتهم. ايه ده؟ والله الدنيا ما بقاش فيها خير، والجيل ده ما ينفعش حد يضحك عليه، هما اللي يضحكوا علينا.